अब बिला तखीर मैं आज की इस पुर अनवार बाबरकत अजीम शान और फकीदुल मसाल महफिल शान कुरान का आगाज़ अल्लाह की बाबरकत पाक और मुकद्दस कलाम के साथ करूँगा। तशरीफ़ लाते हैं आज की इस बाबरकत पुरवकार और अजीम शान महफिल कुरान शान शान कुरान का आगाज़ तलावत कलाम पाक के लिए मैं दावत दूंगा जनाब हाफिज़ उमैर भाई मुतअल्लिम ज़क्की इस्लामिक सेंटर रेनाला खुर्द। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات كدحا فالمغيرات صبحا فعسلن به نكعا فمسدن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم.